لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أهلا بكم يا جماعة، معاكم هشام. النهاردة الفيديو هيكون مختلف كده شويتين، ونخرج من مود المراجعات والريفيو والكلام ده، وحبيت ان انا اعمل معاكم حاجة جديدة كده، وان انا استعرض معاكم معداتي اللي بستخدمها في صناعة المحتوى وصناعة الفيديوهات بتاعتي. كانت وصلتني اسئلة كتير عن نوع الكاميرا اللي بستخدمها، وكمان العدسات، وكمان الاضاءة اللي بستخدمها، وبرامج المونتاج، وكل الحاجات دي. فانا حبيت اعمل معاكم الفيديو ده ونشوف ايه المعدات اللي انا بستخدمها، وايه برامج المونتاج اللي انا بشتغل عليها، والاضاءة وكل الكلام ده. بس قبل ما ابدا، حابب ان انا اقول حاجة صغيرة، ان انت عشان تبدأ على اليوتيوب او تبدأ تعمل قناة مش شرط يكون عندك نفس المعدات اللي احنا هنستعرضها مع بعض النهاردة ان شاء الله. بالعكس، انا اول ما بدأت كان معايا كاميرا النيكون LD5200، وكان مايك عادي، وكان لابتوب، وما كانش معايا اي حاجة من الحاجات اللي موجودة حاليا في القناة. يعني اللي انا اقصده ان انت ابدأ باي حاجة موجودة معاك، حتى لو الموبايل بتاعك تصور بيه، الموبايل بيطلع فيديوهات جميلة جدا. وواحدة واحدة ابدأ طور في المعدات بتاعتك، ودور في القناة بتاعتك. حتى اللي متابعني على القناة من زمان اكيد شاف الفرق بين فيديوهات زمان والفيديوهات دلوقتي. فيلا بينا كده عشان ما اطولش عليكم، نشوف ايه المعدات اللي انا بستخدمها في صناعة المحتوى بتاعي. اول حاجه كده هبدا بيها، وهي الكاميرا والعدسات. والكاميرا الرئيسيه عندي هي الكانون 80D. الكاميرا دي يا جماعه فعلا كاميرا رهيبه جدا، واخترتها بعد مقارنات كتيره مع كاميرات تانية، وكان فعلا اختياري الحمد لله في محله، وفعلا ساعدتني كتير الكاميرا دي، ونقلتني نقله تانية خالص في صناعه الفيديوهات بتاعتي اللي بقدمها. هسيب لكم لينك للكاميرا في وصف الفيديو ده ان شاء الله، للي حابب ياخد فكره اكتر عنها او كمان حابب يشتريها. كمان الكاميرا التانية عندي، وهي الكاميرا نيكون D5200. الكاميرا دي اول كاميرا DSLR اشتريتها، ومش شاريها مخصوص لصناعة المحتوى، ولكن كانت لمجرد الاستخدام الشخصي، وبعد كده دخلتها في معداتي اللي بستخدمها حاليا في صناعة الفيديوهات. ومن ناحية بقى بتساعدني في ايه كاميرا النيكون D5200 مع كاميرا الـ80D، كانت بتساعدني ان انا اقدر اخد شوت من مكان تاني وانا بصور الفيديو في نفس اللحظة، او كمان بعمل انبوكسنج لمنتج معين او ريفيو لحاجة معينة، وحابب ان انا اخد شوت تاني مش بنفس شوت الكاميرا الـ80D، فكانت بتساعدني في كده كاميرا النيكون D5200. ولكن بعد فترة قصيرة جدا بقى كل اعتمادي على كاميرا الكانون 80D، بقيت بعمل بيها كل حاجة، سواء الشوتات السنوية او الشوتات الرئيسية، او كمان الانبوكسنج، او اي حاجة بقيت بعملها بكاميرا الكانون 80D. بعد كده بقى العدسات. بالنسبة بقى للعدسات، فانا بستخدم 3 عدسات عندي اساسيين. العدسة الاساسية، وهي اللي بصور بيها فيديوهاتي كلها، وهي عدسة الـ50 ملي من كانون. العدسة دي يا جماعة فعلا عدسة رهيبة في كل حاجة، سواء في تصوير الفيديوهات او الصور اللي باخدها بيها، او كمان الصور المصغرة بتاعت الفيديوهات. ولكن في عيبين في العدسة دي من استخدامي ليها، ومن وجهة نظري العيبين ممكن التقاضي عنهم لو مش هيضايقوك. واول عيب هو انك لازم الكاميرا بالعدسة تكون بعيد عنك عشان تقدر تاخد زاوية تصوير الى حد ما معقول. يعني انا على سبيل المثال الكاميرا والعدسة بعيد عني تقريبا 3 متر عشان اقدر اخد الكادر بتاع الفيديو زي ما هو طالع كده في الفيديو ده. فلو العيب ده مش هيضايقك، وكنت محتاج الكاميرا تكون قريبة منك وتاخد زاوية تصوير او كادر اوسع، فعدسة الـ24 ملي هتكون هي الانسب ليك بكل تأكيد. ودي العدسة التانية اللي بستخدمها واخطر استخدامي ليها في تصوير الصور المصغرة حاليا، ومستقبلا ان شاء الله هتكون العدسة الاساسية لتصوير الفيديوهات. الرابط اللي هيظهر دلوقتي فوق ده لشرح الفرق بين عدستين الـ50 ملي وعدسة الـ24 ملي، لو حابب تاخد فكرة عن العدستين بشكل اكبر. وكمان هسيب لكم روابط برضو في وصف الفيديو للعدستين. اما بقى العدسة التالتة، وهي عدسة الـ18-135 من كانون. والعدسة دي كنت اشتريتها مع الكاميرا، وصورت بيها كام فيديو في بداية القناة برضو، ولكن مش هتقدم لك المطلوب لانها اساسا مش مخصصة للكلام ده. وحاليا انا بستخدم عدسة الـ18-135 في الانبوكسنج والمراجعة والريفيوهات وكل الحاجات دي. طيب دلوقتي بقى خلونا نروح نشوف المايكات اللي بشتغل عليها، والمايكات اللي بستخدمها في صناعة المحتوى بتاعي. اول مايك اشتريته كان مايك عادي جدا، وكان سعره تقريبا في حدود الـ9 دولار، وكان مايك ممتاز وعملت بيه فيديوهات مش قليلة، لحد ما اشتريت مايك السوني ACM CS3. المايك ده جميل جدا جدا جدا، وبنصح اي حد حابب يبدأ قناة على اليوتيوب ومحتاج مايك رخيص مش غالي، وفي نفس الوقت يكون صوت واداء قوي، فمايك السوني ACM CS3 افضل مايك
تبدأ بيه دلوقتي على اليوتيوب لو عايز تبدأ تفتح القناة بتاعتك، هيقدم لك تجربة ممتازة في الصوت اللي هيطلع منه. وكمان الميزة الحلوة قوي في المايك ده واللي انا حبيتها ان المايك ده 2 شانل، فدي ميزة جميلة بصراحة انا حبيتها في السوني ECM. هسيب لكم برضو رابط في وصف الفيديو ده ان شاء الله اللي حابب يشوف المايك وحابب يشتريه وحابب ياخد فكرة اكتر عنه. واخيرا بقى الدلع والفخامة مايك البلو ييتي نسخة البلاك إديشن، اخر مايك اشتريته، وتقريبا كل الفيديوهات الاخيرة عملتها بالمايك ده. المايك ده اشتريته بعد مقارنات برضو كتير مع مايكات تانية، سواء كانت من اللي بتتشبك في الملابس او مايكات الشوتجن، وكان الاختيار النهائي على مايك البلو ييتي. المايك ده له حلقة خاصة كده كنت عامل لها ريفيو وعامل ليه انبوكسنج، فلو حابب تشوف الحلقة ده لينك الحلقة اللي هيظهر فوق دلوقتي لو حابب تشوفه، وكمان هسيب لكم رابط برضو ليه لو حابب تشتريه او حابب تاخد فكرة اكتر عنه. بعد كده بقى الترايبوت والحوامل والجيمبل اللي بستخدمها، عندي حاليا بس نوع واحد من حوامل الكاميرا وهو حامل الاكسل. الحامل ده ممتاز وسعره رخيص مش غالي وبيقضي معاك الغرض المطلوب منه بالظبط. عندي 2 من الحامل ده، بستخدم واحد ثابت لتصوير الفيديو والتاني متغير معايا في الوضعيات سواء كان تصوير صور او عرض لمنتج معين. هسيب لكم برضو رابط في وصف الفيديو ده للحامل لو حابب تشوفه وتاخد فكرة عنه. وبالنسبة للترايبود التاني معايا وهو ترايبود خاص بالموبايل من اونر، ترايبود وسيلفي ستيك في نفس الوقت. الترايبود او السيلفي ستيك ده برضو كنت اشتريته من فترة كبيرة قبل ما ابدأ في صناعة محتوى القناة، وكان لمجرد الاستخدام الشخصي، اما حاليا دخل في صناعة المحتوى بتاعي وبقى من ضمن المعدات الموجودة معايا في القناة، سواء لو انا عايز اعمل انبوكسنج لحاجة او عايز اعمل ريفيو لحاجة او باخد سلو موشن او تايم لابس بالجيمبل فبضطر ان انا استخدم الموبايل، فدخل معايا الترايبود او السيلفي ستيك ده مع المعدات الموجودة حاليا في القناة. واخيرا بقى معايا التحفة الفنية من دي جي اي وهو دي جي اي اوسمو موبايل 3. الجيمبل ده برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي دخلت في معداتي لتصوير الفيديوهات، وبستخدم الجيمبل ده برضو في تصوير التايم لابس او السلو موشن، فعلا بيفيدني كتير جدا، وكنت عملت حلقة خاصة عن الجيمبل ده للي حابب يشوفها، ده اللينك بتاعها اللي هيظهر معاكم فوق، وبرضو هتلاقوا رابط ليه في وصف الفيديو ده لو حبيت تشتريه. نروح بقى دلوقتي للإضاءة اللي بستخدمها في صناعة الفيديوهات. باختصار كده انا عندي نوعين من الإضاءة، اول حاجة وهي الرينج لايت. الرينج لايت ده بيكون موجود جنب الكاميرا بحيث ان هو يجيب الضوء عليا ويغطي ورايا اكبر كادر موجود في الفيديو او اكبر كادر موجود في الصورة اللي انا باخدها. وكمان النوع التاني عندي 2 شوفت بوكس من شركة هوبسون، بيكون واحد موجود عندي على اليمين والتاني موجود على الشمال، بحيث ان الاضاءة تكون ناعمة من الجهتين سواء اليمين او الشمال، مع وجود الرينج لايت بيخلي الاضاءة عندي كويسة في الفيديوهات زي ما هي طالعة معاكم دلوقتي كده بالظبط. ده باختصار بالنسبة للاضاءة اللي بستخدمها، طبعا مع وجود اضاءة الغرفة العادية جدا ما بستخدمش اكتر من كده في الاضاءة. هسيب لكم روابط في وصف الفيديو ده ان شاء الله للرينج لايت والاثنين سوفت بوكس لو حابب تشوفهم وحابب كمان تاخد فكرة اكتر عنه. اخر حاجة بقى هنروح نتكلم عليها اللابتوب اللي بستخدمه وبرامج المونتاج اللي بستخدمها. فانا بستخدم لابتوب ماك بوك برو من شركة ابل مع برنامج المونتاج فاينل كات. اللابتوب وبرنامج المونتاج الفاينل كات بصراحة حاجة كده جميلة وحاجة مكملة بعضها، لا في تقطيع ولا في تهنيك في الرندر اللي انت بتشتغل عليه ولا كل الكلام الفاضي ده. وطبعا زي ما انا قلت مش شرط ان انت تستخدم نفس المعدات اللي انا بستخدمها، ولكن في بدائل تانية كتير تقدر تستخدمها وهتقدم لك برضو نتيجة ممتازة. ودي تقريبا كل المعدات اللي انا بستخدمها في صناعة المحتوى على القناة. في النهاية لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتعمل شير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اشوفك الفيديو الجاي، مع السلامة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.